إذن نعود والعود أحمد لتكملة بقية فقرات برنامج المسابقة الكبرى في هذه الليلة، بطبيعة الحال حلقة الأخيرة من نصف النهائي بعد طبعا الحلقة الماضية من نصف النهائي. إذن الآن نعود لفريق ولاية نواكشوط الشمالية مع الزميل العالي مسعود، ثم بعد ذلك لفريق ولاية البراكنة معي. تفضلوا معكم معاذن بسامكم. لا طرحي تورس لا أسئلة يضيق الوقت. نواكشوط الشمالية، السؤال رقم واحد، من هو صاحب رواية عالم جديد جريء؟ من هو صاحب رواية عالم جديد جريء؟ فم خيارات؟ طيب لهم عالم جديد جريء إجباري خيارات؟ هي إجباري يطيم الخيارات. من هو صاحب رواية عالم جديد جريء؟ عالم جديد جريء خيارات: جان جاك روسو، فولتير، أولد هيكسلي. أولد هيكسلي ما تصول عنه خليها صلي. أولد هيكسلي، جان جاك روسو، فولتير، أولد هيكسلي. السؤال: من هو صاحب رواية عالم جديد جريء؟ رواية عالم جديد جريء وما فيه جان جاك روسو، فولتير، أولد هيكسلي. إذن نحن منحنا الخيارات، لماذا؟ لأن التنافس لم يعد تنافس على من يحصل أكبر كم ممكن من النقاط، الآن التنافس أصبح بين فريقين، من يفوز على الآخر، بالتالي منح الخيارات مستحب ومباح. إذن بدأ العد التنازلي لفريق ولاية نواكشوط الشمالية. شوف شوف هاني شوي ياك تفاديا الاحتجاجات تفاديا الاحتجاجات ومنح فرصه للاخر من اجل انه يحتج، والله هذا احنا كنا كيف قال الخلطه في حلقه ماضيه من برنامج المسابقه الكبرى في نصف النهائي، وعلي الحال عنهم ما اعطوا الخيارات، مثلا خلاوا الخيارات نقطه واحده ومنحوا الجواب بدونهم نقطتان، ياك يعني منحوا فرصه للفريق الاخر اللي غادر للاسف، منحوا له فرصه زاد هو انه يحتج على شيء مثلا قد لا يكون سببا للاحتجاج، لين نرجعوا لنفس الوتيره وهي يعني الخيارات نعطوهم اللامعه مع نعطوهم اللامعه لا في حاله حد طلبهم، في حاله حد طلبهم يجبر نقطه واحده، في حاله ما طلبهم يجبر نقطتين، ترى لين نستبدلوا لكم السؤال توف على عجل، ها؟ لين نستبدلوا لكم السؤال على عجل. داكور متفقين متفقين. لا لعل يحتجنا رقاج والله تلي فاهم تلي معنا ما نحين فرصه لحد اخر، لين رجعتوا لنفس الوتيره وسؤال واحد ولين نستبدلوا لكم حالا بشكل واضح، ها؟ لين استبدلوا انتم قد تطرحوا راي اخي الكريم قرانا ماني قابلها. دوروا ضبط القضيه، دوروا ضبط الموقف، فاهم؟ شوفوا الخلطه، ندوروا ضبط الموقف. شوف ده هو هدفنا. يا هم اللي ما هي مشكلة، لا عادوا قابلين للخطة الأخرى. ما دوروها. دوروا نبدل لكم سؤال. بدل لكم سؤال. خلهم نبدل لهم سؤال. لفات نطرح. أو شوفوا ياكم اللي ما ندخلوا في مشاكل لا حصر لها، لفات نطرح. نطرحوا خيارات. نعطوكم عليه نقطة واحدة. اللي تلعبوا على نقطة هم اللي يلعبوا على نقطة في سؤال من دول. مع الواضح. توف تابعوا طونا إجابه، طونا إجابة. هذا فولتير. ها؟ فولتير. إذن اخطأتوا في ذاك السؤال اللي لعبتوا فيه على نقطة واحدة من أجل طبعا ضبط الأمور
وإعادتين نصابها الحقيقي، ثم أيضا عدم منح الفرصة وفتح الباب أمام الآخر من أجل الاحتجاج والله من أجل أي رواية. هو على كل حال إعطاء الخيارات في هذه المرحلة عادي، لأن هذا تنافس بين اثنين، لكن ما نقع فاتحين باب قال وقيل. إذن السؤال الثاني يقول، أو عفوا السؤال الأول يقول: تلعبون في على نقطة واحدة، كيف الخلطة؟ متى بدأ تطبيق الحماية الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الخيارات 99 900 ألف، 70 900 ألف، 71 900 ألف. متى بدأ تطبيق الساعة راسين؟ متى بدأ تطبيق الحماية الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ 1969، 1970، 1971. تلعبوا على نقطة واحدة كيف الخلطة الأخرين. راسين طينا الساعة سبون جيد، ذيك الساعة بدت وسبعين واحد وسبعين سنوات متتاليين 69 70 71. تلعبوا على نقطة واحدة كي الخلطة الأخرين في السؤال الأول وحده. بعد ذلك ليتم تطرح العالية سؤال بدون خيارات، ومن تطلبوا خيارات وتعطيها منكم نطرح أنا مدي أيضا سؤال بدون خيارات. إذن مساء غد إن شاء الله سنكون مع تحديد المركز الثالث، ثم بعد ذلك سنكون مع حلقة النهائي بإذن الله، وتتويج الفرق الثلاثة الأولى الحاصل على الجائزة الأولى. يجبر كم العالية؟ الأول 500 ألف، والثاني 200 ألف. إذا انتهى الوقت تعطونا خيار. نعم 69 جواب نهائي. جواب نهائي والجواب صحيح فعلا، 1969 بدأ تطبيق الحماية الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقف ساعة، وقف ساعة، ما بقى تنطرح لهم سؤال؟ عيد لهم السؤال. كم هو عدد هيئات يونسكو؟ إذا الساعة إذا بدأ العد التنازلي، بدأ العد التنازلي لفريق ولاية نواكشوط الشمالية. في السؤال الأول تعثر الفريق، بينما أجاب فريق ولاية البراكنة وتحصل على النقطة الأولى في حلقة الليلة من برنامج المسابقة الكبرى. دخلتم في 30 ثانية الأخيرة. اليونسكو. دخلتم في 30 ثانية الأخيرة. هيئات اليونسكو. دخلتم في 30 ثانية. عندكم 20 ثانية الأخيرة. الخيارات. خيارات. 2 5 3. هيئتين، ثلاث هيئات، خمس هيئات. إذا الوقت انتهى. إجابة خمسة. خمسة خمسة خطأ للأسف، وهي ثلاثة. ثلاث هيئات يا عدد هيئات اليونسكو. إذا عدد هيئات اليونسكو ثلاثة. يتعثر أيضا فريق ولاية نواكشوط الشمالية في السؤال الثاني من حلقة الليلة من برنامج المسابقة الكبرى. نعود إلى فريق ولاية البراكنة لسؤالهم الثاني في حلقة الليلة. جاهزين؟ مجزرة مدرسة بحر البقر، الابتدائية. مجزرة مدرسة بحر البقر الابتدائية أين وقعت ومن مرتكبها؟ بحر البقر الابتدائية أين وقعت ومن مرتكبها؟ هناك خيارات بطبيعة الحال يتاح للفريق أن يستخدمها إذا أراد، لكن بدلا من أن يلعب على نقطتين يلعب على نقطة واحدة. تقلص عدد النقاط. الخيارات، الخيار الأول يقول وقعت في فلسطين بفعل الكيان الصهيوني الغاشم. الخيار الثاني يقول وقعت في مصر بفعل الكيان الصهيوني الغاشم. الخيار الثالث يقول وقعت في لبنان بفعل الهجوم الإسرائيلي الغاشم. متى مجزرة مدرسة بحر البقر الابتدائية أين وقعت ومن مرتكبها؟ دخلت في 30 ثانية الأخيرة من أجل تحديد الخيار الناجع بين الخيارات الثلاثة. التنافس شديد ومحتدم في هذه الحلقات الأخيرة. لبنان. ها؟ لبنان. إسرائيليين طبعا. إذا وقعت في لبنان بفعل الهجوم الإسرائيلي الغاشم، والإجابة خاطئة للأسف الشديد، هي وقعت في مصر بفعل الكيان الصهيوني الغاشم.
الإسرائيلية. السؤال الثالث، ما هو البلد الوحيد في جنوب شرق آسيا الذي لم يخضع لأي استعمار أوروبي؟ ما هو البلد الوحيد في جنوب شرق آسيا الذي لم يخضع لأي استعمار أوروبي؟ في خيارات الساعة. الساعة جلو. ما هو البلد الوحيد في جنوب شرق آسيا الذي لم يخضع لأي استعمار أوروبي؟ دعوا الودودة. دعوا الودودة. لم يخضع لأي استعمار أوروبي. دعوا الودودة. دخلتوا في 30 ثانية الأخيرة. عودوا طارحين البال. ما هو البلد الوحيد في جنوب شرق آسيا الذي لم يخضع لأي استعمار أوروبي؟ عندكم 26 ثانية، 25، 24. العدد التنازلي يتقدم. عندكم 18، 17. الوقت يحسب على فريق ولاية المرشوط الشمالية. نقول له تايلاند على بركة الله. جواب نهائي. الإجابة صحيحة هو تايلاند. البلد الوحيد في جنوب شرق آسيا الذي لم يخضع لأي استعمار أوروبي هو تايلاند. ندرك كان مستخدم الخيارة. ما استخدم الخيارة. بدون استخدام الخيارة. إذن نقطتان لفريق ولاية نواكشوط الشمالية. السؤال الثالث لفريق ولاية البراكنة. السؤال الثالث يقول، أين كان أول إطلاق لمصطلح التنمية المستدامة؟ أين كان أول إطلاق لمصطلح التنمية المستدامة؟ طبعا فهم الخيارات، ويتاح للفريق أن يلجأ إلى الخيارات فيتقلص عدد النقاط التي يلعب عليها إلى نقطة واحدة. خيارات. الخيارات، في مؤتمر الأقطاب الاقتصادية الذي عقد بالولايات المتحدة الأمريكية، في قمة الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية بألمانيا، في قمة الأرض بريو دي جانيرو البرازيلية. خيارات الثلاثة. دخلت في 30 ثانية الأخيرة. أين كان أول إطلاق لمصطلح التنمية المستدامة؟ في مؤتمر الأقطاب الاقتصادية الذي عقد بالولايات المتحدة الأمريكية، في قمة الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، في قمة الأرض بريو دي جانيرو البرازيلية. قمة الأرض ريو دي جانيرو. جواب نهائي. جواب نهائي. والجواب صحيح. قمة الأرض بريو دي جانيرو البرازيلية بعد استخدام الخيارات من قبل فريق ولاية البراكنة. الشمالية. والسؤال الرابع، ما هو عنوان أول كتاب ترجمة من اليونانية إلى العربية؟ خيارات مليئة. ساعة. ما هو عنوان جلو. أول كتاب ترجمة من اليونانية إلى العربية؟ ساعة جلو. خيارات. خيارات. أسرار النجوم. أسرار النجوم، مفتاح النجوم، نجوم والأقمار. استخدموا الورقة الخضراء. استخدموا. خيارات، أسرار النجوم، مفتاح النجوم، نجوم والأقمار. أسرار النجوم، مفتاح النجوم، نجوم والأقمار. ما هو عنوان أول كتاب ترجمة من اليونانية إلى العربية؟ إذن عندكم 30 ثانية الأخيرة. 30 ثانية الأخيرة. من أجل تحديد الجواب النهائي أو اللجوء إلى الورقة الخضراء أيضا التي يتاح للفريق أن يستخدمها مرة واحدة في الأسئلة التي يبلغ عددها 15 سؤال بطبيعة الحال. نتمنى للفريقين التوفيق في حلقة الليلة من برنامج المسابقة الكبرى، هذه الحلقة المصيرية يتحدد من خلالها العابر إلى الحلقة النهائية والباقي. إذا انتهى الوقت. إصرار النجوم. ها؟ إصرار النجوم. شو؟ إصرار النجوم. وهو مفتاح النجوم. تعطينا إجابة بسرعة سابقة انتهى الوقت. إذن السؤال الرابع لفريق ولاية البراكنة. السؤال الرابع لفريق ولاية البراكنة. من فضلكم الإخوة في نواكشوط الشمالية، من فضلكم هدوء. السؤال الرابع لفريق ولاية البراكنة. السؤال يقول، من هو أول ملك مسلم رسمت له لوحة زيتية في حياته؟ من هو أول ملك مسلم رسمت له لوحة زيتية في حياتي؟ لوحة زيتية. إذن دائما تلجو الخيارات.
إذا يلجأ فريق الفراكنة للخيارات. الخيارات تقول ساعة جلو ساعة تواكبنا في جزء المعتمد بن عباد، عباس الشاه، صلاح الدين الأيوبي. المعتمد بن عباد، عباس الشاه، صلاح الدين الأيوبي. أول ملك مسلم رسمت له لوحة زيتية في حياتي. إذن 15 ثانية، 13 12 11 10 9 8. عباس الشاه على بركة الله. عباس الشاه، عباس الشاه، جواب نهائي. جواب نهائي إن شاء الله. والجواب صحيح فعلا، هو عباس الشاه. يتحصل فريق ولاية البراكنة على نقطة بعد استخدامه للخيارات. فريق ولاية نابشوط الشمالية. والسؤال الخامس، كم تستطيع السلحفاة أن تعيش من يوم وهي بدون طعام ولا شراب؟ كم تستطيع السلحفاة أن تعيش من يوم وهي بدون طعام ولا شراب؟ في خيارات سبع ثواني، 6 5 4 3 2 1. دخلتوا في 30 ثانية الأخيرة، عودوا منتبهين لعلكم دخلتوا في 30 ثانية الأخيرة. أعطينا الخيارة. 15 يوم، 20 يوم، 25 يوم. زاد لكم 14 ثانية. خمس ثواني. إجابة 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 إجابة. 25 يوم. 25 يوم. 25 يوم. والإجابة صحيحة. نقطة واحدة استعملت الخيارات. يتحصل فريق ولاية نواكشوط الشمالية على نقطة بعد استخدامه الخيارات. في سؤال طبعا نذكر بأن هذا هو السؤال الأخير لنواكشوط الشمالية بخيارات، لأن الأسئلة العشر الأخرى ستكون بدون خيارات، وهذا أيضا هو السؤال الأخير لولاية البراكنة بخياراته. السؤال الخامس يقول كتاب الشكوك، في أي علم يبحث هذا الكتاب ومن هو مؤلفه؟ كتاب الشكوك، في أي علم يبحث هذا الكتاب ومن هو مؤلفه؟ كتاب الشكوك. الخيارات، تستخدم الخيارات في السؤال الخامس والأخير. إذن الخيارات تقول يبحث في علم الاكتشافات الجغرافية ومؤلفه هو ابن بطوطة، يبحث في علم الفلك ومؤلفه هو الحسن بن الهيثم، يبحث في علم ما وراء الطبيعة ومؤلفه هو ابن رشد. إذن هذه الخيارات المتاحة أمام فريق ولاية البراكنة. دخلوا في 30 ثانية الأخيرة. نذكر بأن هذا هو السؤال الأخير من بين الأسئلة الخمس التي تحتوي على خيارات لفريق ولاية البراكنة. بعد ذلك سنكون أمام أسئلة ليست فيها خيارات. ها؟ خيارات شنو؟ يبحث في علم الاكتشافات الجغرافية ومؤلفه هو ابن بطوطة، يبحث في علم الفلك ومؤلفه هو الحسن بن الهيثم، يبحث في علم ما وراء الطبيعة ومؤلفه هو ابن رشد. هو الخيار الأخير إن شاء الله، ابن رشد، ما وراء الطبيعة. ابن رشد. والإجابة خاطئة للأسف الشديد، هو يبحث في علم الفلك ومؤلفه هو الحسن ابن الهيثم، بالتالي يتعثر الفريق في الإجابة. السؤال الثالث يقول أسد علي في الحروب نعامة وفي الحروب، أسد علي وفي الحروب نعامة، في من قيل هذا المثل لأول مرة وما سبب ذلك؟ هذا أول سؤال بدون خيارات. أسد علي وفي الحروب نعامة، في من قيل هذا المثل لأول مرة وما سبب ذلك؟ من فضلكم النقاش يكون بهدوء بصوت خافت أجل أن تصل المعلومة إلى المشاهد الكريم. أسد علي وفي الحروب نعامة، في من قيل هذا المثل لأول مرة وما سبب ذلك؟ خلت في 30 ثانية الأخيرة للتنبيه فقط. أسد علي وفي الحروب نعامة، في من قيل هذا المثل؟ نستخدم الورقة الخضراء. الورقة الخضراء. يستخدمون الورقة الخضراء معي. إذن المثل قيل في الحجاج بن يوسف الثقفي حين بارز امرأة بطبيعة الحال، وهي كانت غزالة الحرورية وكانت فارسة تجيد القتال، واستخدم فيه هذا المثل أسد علي وفي الحروب نعامة، طبعا حين هرب منها واحتمى بقصره. إذن يحصل على نقطتين
بعد استخدام الورقة الخضراء مباشرة. إذن نواكشوط الشمالية بدون ورقة خضراء وبدون خيارات، بينما البراكنة بورقتها الخضراء ما زالت قائمة. السؤال السادس يقول، وهو أول الأسئلة بدون خيارات: بيت شعر كتبه أحد الشعراء في لوح من خشب وألقاه في نبع الماء الداخلي إلى بستان قصر الأمير معن بن زائدة، ويقول البيت: أيا جود معن الناجي معنا بحاجتي، فما لي إلى معن سواك شفيع. وقد اشتهر هذا البيت والطريقة التي بعث بها إلى الأمير، وأصبح يطلق على تلك الرسالة اسما شهيرا، فما هو؟ الساعة جلو جلو ساعة جلو ساعة. بيت شعر كتبه أحد الشعراء في لوح من خشب وألقاه في نبع الماء الداخلي إلى بستان قصر الأمير معن بن زائدة، ويقول البيت: أيا جود معن الناجي معنا بحاجتي، فما لي إلى معن سواك شفيع. اشتهر هذا البيت واشتهرت الطريقة التي بعث بها إلى الأمير، وأصبح يطلق على تلك الرسالة اسما شهيرا، فما هو هذا الاسم؟ إذن السؤال واضح، وقد بدأتم تدخلون في 30 ثانية الأخيرة، وهي الجزء الأخير من الوقت الممنوح لكم من أجل تحديد الإجابة. هذا هو السؤال بطبيعة الحال الأول بدون خيارات لفريق ولاية البراكنة، مع أن الفريق ما زالت لديه مساعدة الورقة الخضراء بإمكانه استخدامها. زالت عندك 21 ثانية. الرسالة اشتهرت باش، هاي الرسالة اللي عدلت بالطريقة لي. بيت شعر عاد البيت شعر: أيا جود معن الناجي معنا بحاجتي، فما لي إلى معن سواك شفيع. يا إجابة إجابة انتهى الوقت. يعطيني الورقة الخضراء. على بركة الله فريق ولاية البراكنة يستخدم الورقة الخضراء ويستنزف الطاقة بعجالة. إذن بطبيعة الحال هي سميت بالرسالة العائمة، وأصبحت شهيرة الطريقة التي بعثت بها الرسالة إلى معن ابن زايدة. فريق ولاية نواكشوط الشمالية. والسؤال السابع: متى بدأ الاحتلال البريطاني للدول العربية؟ متى بدأ الاحتلال البريطاني للدول العربية؟ كلا الفريقين استنزف واستنفد طاقته المتمثلة في مساعدة الورقة الخضراء، أصبح أمامه فقط الاصطدام بالأسئلة التي لا تحتوي على خيارات. دخلت في 24 ثانية الأخيرة، 20 ثانية الأخيرة. ذكر بأن التنافس الليلة يختلف عن بقية التنافس في الأدوار السابقة، لأن التنافس بين فريقين والفائز يعبر مباشرة إلى الحلقة النهائية من برنامج المسابقة الكبرى، بينما يذهب الخاسر إلى تحديد المركز الثالث. عندكم 20 ثانية. 19 18 17 16 15. دخلتوا في منطقة الحمراء من الوقت. 7 6 5. إجابة إجابة. نقول لأنه وعد بالفور 1917. إجابة خطأ للأسف، هو 1839. إذن تعترف بدأ الاحتلال البريطاني للدول العربية سنة 1839 ميلادية. إذن تعثر فريق ولاية نواكشوط الشمالية في الإجابة. السؤال الثاني بدون خيارات لفريق ولاية البراكنة، وهو السؤال السابع في حلقة الليلة، يقول: لله كوم لندب من لها نظرا، ينظر إلى كوم سمح أحرزت عبرا، وجه النهار ترى كوما وآخره نحوا، وفقها وشراح الصحاح ترى، ورسلها لبني غبرا، وأسطرها تهدي إلى الرشد والتقوى بني نظرا. هذه أبيات قيلت في قدوم أحد أعيان البلد على شراء مكتبة من عند شرفاء بن سباع الذين كانوا يستجلبون الكتب من طنجة والرباط ويبيعونها بأرض القبلة، فمن هو صاحب الأبيات، ومن هو الشيخ الذي قيلت في شأنه عند شرائه لتلك المكتبة؟ إعادة للسؤال كامل. لله كوم لندب من لها نظرا، والكوم تقال للإبل لأن الرجل اشتراها بالإبل. لله كوم لندب من لها نظرا، ينظر إلى كوم سمح أحرزت عبرا، وجه النهار ترى كوما وآخره نحوا، وفقها وشراح الصحاح ترى، ورسلها لبني غبرا، وأسطرها تهدي إلى الرشد والتقوى بني نظرا.
هذه أبيات قيلت في قدوم أحد أعيان البلد على شراء مكتبة من عند شرفاء بني أبي السباع الذين كانوا يستجلبون الكتب من طنجة والرباط ويبيعونها بأرض القبلة. فمن هو صاحب الأبيات ومن هو الشيخ الذي قيلت في شأنه عند شرائه للمكتبة؟ عندكم 30 ثانية الأخيرة. مستقر كيف تشتغل؟ هي عشرين ثانية الأخيرة. من القائل ومن المقصود؟ والمقصود الشيخ الذي اشتراها. القائد الشاعر لا يتحال. المقصود الشيخ الذي اشترى المكتبة بالإبل. الشيخ ما هو الشيخ سيدية؟ للأسف الإجابة خاطئة. القائل هو ببها والأحمد يورا، والشيخ الذي كان يقصده هو أواه المحمد والسيد الفالي واللبي، وهو الذي اشترى المكتبة من الشمالية. والسؤال الثامن، من القائل ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد؟ من القائل ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد؟ من القائل؟ عندكم 30 ثانية الأخيرة. يجب أن تحافظوا على سرعة البديهة في الإجابة في سباق مع الزمن، في سباق مع الزمن. ما نعرف شيء. ما عندنا الشباب إلا السؤال يا قوته. إحنا ذا قلنا لهم قبيل، ما قلنا لهم كانوا جاهلي ولا كانوا سولونا كانوا مستقر في القبيل، قلنا أنا مستقر. إذا انتهى الوقت. إجابة. إجابة. الإجابة المتنبي. صحيح، هو أبو الطيب المتنبي. إذا أبو الطيب المتنبي. نعم. فعلا. السؤال الموالي لفريق ولاية البراكنة، وهو السؤال الثامن. السؤال يقول: تعتبر من أهم نساء الدولة الإسلامية لما كان لها من دور، فهي زوجة خليفة وأم خليفة وبنت خليفة. من أهم أعمالها بناء أحواض للسقاية للحجاج في دربهم، وقد أطلقت عين السقاية التي أسستها على اسمها، وقد كانت ذات طبيعة صافية وغلبت عليها النزعة الصوفية. قال عنها ابن بردي: إنها أعظم نساء عصرها دينا وأصلا وجمالا وصيانة ومعروفة. من جيد المدح الذي قيل فيها: بلغت من المفاخر كل فخر، وجاوزت الكلام فلا كلام. إذا نزلت منازلها قريش نزلت الأنف منها والسنان، تقى وسماحة وخلوص مجد، إذا الأنساب أخلصت الكرام. فمن هي؟ تعتبر من أهم نساء الدولة الإسلامية. تعتبر من أهم نساء الدولة الإسلامية لما كان لها من دور، فهي زوجة خليفة وأم خليفة وبنت خليفة. من أهم أعمالها بناء أحواض للسقاية للحجاج في دربهم، وقد أطلقت عين السقاية التي أسستها على اسمها، وقد كانت ذات طبيعة صافية وغلبت عليها النزعة الصوفية. قال عنها ابن بردي: إنها أعظم نساء عصرها دينا وأصلا وجمالا وصيانة ومعروفة. من جيد المدح الذي قيل فيها: بلغت من المفاخر كل فخر، وجاوزت الكلام فلا كلام. إذا نزلت منازلها قريش نزلت الأنف منها والسنام، تقى وسماحة وخلوص مجد، إذا الأنساب أخلصت الكرام. فمن هي؟ وبنت خليفة. عندك 15 ثانية الأخيرة. 5 ثواني. إجابة نهائية. ما هي زبيدة؟ والجواب صحيح، زبيدة بنت المنصور. فعلا هي زبيدة. ولاية نخشوط الشمالية. والسؤال التاسع يقول: من هو مؤلف كتاب ترجمان الأشواق؟ من هو مؤلف كتاب ترجمان الأشواق؟ الأشواق بالقاف. من هو مؤلف كتاب ترجمان الأشواق بالقاف؟ الشوق يعني. عندكم 10 ثواني.
9 8 7 6 5 4 دخلت في 30 ثانية الأخيرة للتنبيه عندكم 18 ثانية تسابقون الزمن والوقت لا يرحم. أو إجابة 5 ثواني 4 ثواني 3 ثواني إجابة نقول لنا الكندي وجواب خطأ للأسف وهو ابن العربي. إذن تعثر أيضا فريق ولاية نكشوط الشمالي. وقف ساعة تتم وقف ساعة شوي أخر وقف ساعة لنطرح السؤال. السؤال التاسع لفريق ولاية البراكنة جاهزين. متى تكون الفتوى مكروهة عند أهل الأصول؟ السؤال التاسع لفريق ولاية البراكنة. الساعة جلو إذن تسابقون الزمن. العداد يعود وعقارب الزمن تعود إلى الوراء في عدها التنازلي لفريق ولاية البراكنة حيث يدخل الفريق في 30 ثانية الأخيرة من وقته الممنوح له من أجل الإجابة. الفتوى مكروهة عند أهل الأصول. متى تكون الفتوى مكروهة عند أهل الأصول؟ عندكم 20 ثانية 19 18 15 14 13 12 11 دخلتوا في المنطقة الحمراء من الوقت. هي لا ضربة عشواء لا خط عشواء زين. إيه فتوى مفتي غير مذهبه تقريبا. ها ارفع صوتك. مفتي يعود يفتي مثلا مذهب غير مذهبه. غير مذهبه. إذا كان متمذهبا. إذا كان متمذهبا. خطأ. تكون الفتوى مكروهة عند أهل الأصول إذا كان السؤال افتراضا ليس له واقع. إذا كان السؤال افتراضا ليس له واقع. ولاية نكشوط الشمالية والسؤال العاشر يقول صحابي جليل. وقف وقف يا أخي الساعة لا تحسب المدة ما فات سنتات قاع. صحابي جليل أحرق للكفين صنم عمر صنم عمرو بن جمحة قائلا يا للكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إني حشدت النار في فؤادك. من هو؟ دير الساعة دير الساعة جلو دير لهم الساعة. هذا السؤال. صحابي جليل أحرق للكفين صنم عمرو بن جمحة قائلا يا للكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إني حشدت النار في فؤادك. طفيل بن عمرو الدوسي قال أنا طفيل بن عمرو الدوسي والجواب صحيح. طيب إذن ننتقل أيضا إلى فريق ولاية البراكنة. السؤال رقم 10 يقول جاهزين بسم الله. السؤال يقول ما هي أقسام الحكم الشرعي؟ ما هي أقسام الحكم الشرعي؟ إذن عندكم زلتوا في الجزء الأول من دقيقة. سؤال كان واضحا. هي خمس. هي خمسة حرام وحلال ومكروه وواجب ومندوب. جواب خاطئ. أقسام الحكم الشرعي هي قسمين حكم تكليفي وحكم وضعي. سؤال الحادي عشر بالنسبة لفريق ولاية حكم الشرعي حكم الشرعي. متى بدأ استعمال إشارات السير بالشوارع؟ حنون اسمع خطا السؤال. متى بدأ استعمال إشارات السير بالشوارع؟ أنا جاتك متى؟
إذا دخلت 20 ثانية الأخيرة. متى بدأ استعمال إشارات السير في الشوارع؟ كم 10 ثواني الأخيرة؟ 8 7 6 5 4 نقول 1820. 1820 ومن أين؟ خطأ قاع، هو 1868 في لندن. إذن أخطأتم في الإجابة. إذن بدأ استعمال إشارات السير. سؤال واضح، السؤال الذي طرحته عليكم سؤالا واضحا لا لبس فيه. الحكم الشرعي عند أهل الوصول ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. إذا أردت أن تقسم الحكم التكليفي إلى إلى حرام وإلى مندوب وإلى غير ذلك، نعم الحكم الشرعي عند أهل الوصول يقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي، هذا معروف عند أهل الوصول ولا جدال فيه. إذن السؤال 11 يقول قال للرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا رسول الله، هذا منزل أنزله الله، ليس لنا أن نتعداه، أم هو الرأي والحرب؟ فقال: بل هو الرأي والحرب. فقال: كلا، ليس هذا منزلا. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فمن هو؟ الحباب بن المنذر. والجواب صحيح، فعلا هو الحباب بن المنذر بن الجموح فعلا رضي الله عنه. الثاني عشر بالنسبة لفريق ولاية نقشط الشمالية: ما هي السور القرآنية التي بدأت بالحمد لله؟ ما هي السور القرآنية التي بدأت بالحمد لله؟ ما هي السور القرآنية التي بدأت بالحمد لله؟ بدأ العد التنازلي لفريق ولاية نواكشوط الشمالية في السؤال الموجه إليهم، طبعا دخلوا في 30 ثانية الأخيرة. خمسة. ما هي؟ فاطر، الفاتحة، سبع، الكهف، وسورة الأنعام. نعم، يا قلب ما هو بالترتيب. يا قلب إجابة صحيحة. بدأت بالفاتحة والأنعام والكهف والسبع والفاطر. إذن فعلا استطاع الفريق أن يحصد نقطتين في هذا السؤال. إلى فريق ولاية البراكنة في السؤال الثاني عشر. السؤال يقول: صفت نعمتان خصتاك وعمتا بذكرهما حتى القيامة تذكروا، وجودك والدنيا إليك فقيرة، وجودك والمعروف في الناس منكر، فلو رام يا يحيى مكانك جعفر ويحيى لكفى عنه يحيى وجعفر، ولم أرى من ينوي لك السوء يا أبا، ولم أرى من ينوي لك السوء يا أبا المظفر إلا كنت أنت مظفر. من القائل ومن المقصود في هذه الأبيات؟ يعني دخلتوا. إذن 30 ثانية الأولى: صفت نعمتان خصتاك وعمتا بذكرهما حتى القيامة تذكر، وجودك والدنيا إليك فقيرة، وجودك والمعروف في الناس منكر، فلو رام يا يحيى مكانك جعفر ويحيى لكفى عنه يحيى وجعفر، ولم أرى من ينوي لك السوء يا أبا المظفر إلا كنت أنت المظفر. من القائل ومن المقصود في هذه الأبيات؟ عندكم 30 ثانية الأخيرة، 30 ثانية الأخيرة من أجل تحديد الإجابة النهائية في السؤال المقدم إلى فريق ولاية البراكنة في حلقة الليلة. دخلتم في المنطقة الحمراء من الوقت. شوف، هو بعد يحيى بن خالد البرموكي لما يقول يحيى بن خالد البرموكي. برموكي هي ايوا، واللي قايل هو اللي انا متاكد انه قد عد ابو نواس، ولا نعرف هو، لا هو يحيى البرموكي، لا هو، ليس هو يحيى البرموكي. الجواب القائل هو الخليفة المستنجد بالله ابو المظفر، وكان يقصد في الابيات وزيره ابن هبيرة، وقد رأى منه ما يعجبه من تدبير مصالح المسلمين. فريق ولاية نقشوط الشمالية، والجواب 13. سؤال للناس الأخرى، الوقت الجماعة. قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، فمن هي أخوات هود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، فما هي أخوات هود؟ عندكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، فما هي أخوات هود؟ ثلاثين ثانية الأخيرة لفريق ولاية نواكشوط الشمالية. 30 ثانية الأخيرة لفريق ولاية نواكشوط الشمالية. خمسة عشر ثانية، 14 13 12 11 10. إجابة الوقت راولية. نقول لأنها أخواتها صورة هود والمزمل ومحمد وصورة المدثر. لا، الإجابة خطأ للأسف. لا، شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، فما هي أخوات هود؟ الواقعة، المرسلات، نبأ، تكوير. إذن إلى فريق إلى فريق ولاية البراكنة في السؤال الثالث عشر لهذه الليلة. نعم، السؤال يقول: متى تفخم اللام من لفظ الجلالة ومتى ترقق في تلاوة القرآن الكريم؟ متى تفخم اللام من لفظ الجلالة ومتى ترقق؟ تفخم إذا كان قبلها فتحة وضم. أيوة، فتحة وضم. وترقق إذا كان قبلها كسرة وسكون. إجابة ساعة، اعتبر الإجابة. لنعطيك 1.75. تبارك الله. تفخم اللام إذا كان آخر الكلمة السابقة للفظ الجلالة الله مضموما أو مفتوحا، ذاك صلحته. وترقق إذا كان آخر الكلمة السابقة مكسورا، ذاك صلحته. أو منون. نعطيك 1.75 لأن السكون والتنوين مهم. 1.75 1.75 وقالوا لا التنوين. أعطيها له، أعطيها له أنتم. 0.25 هي اللي انقلعت له. قالت له لا 0.25. ها؟ اللي جبر هو حنين الكلام لياسر ما يسمع قاعدة. طيته 1.75 أنتم. 1.75 ما تعرفه. نقطة فاصل 75. نقطة فاصل 75. السؤال الرابع عشر بالنسبة للفريق ولاية رقم رياضي قال 1.75. من هو مؤلف كتاب أخلاق أهل القرآن؟ من هو مؤلف كتاب أخلاق أهل القرآن؟ شوفوا توم اللي ما تقدوا تحتجوا، ما عندكم أي وجه للاحتجاج. قولي وعدلة قرعة وعدلة قرعة وعدلة قرعة حتى في اللي تولاكم توم وذا اللي تولاهم هو. بالتالي ما فهمت يا وجه الاحتجاج. لا حتموا حظكم. من هو مؤلف كتاب أخلاق أهل القرآن؟ إذن السؤال واضح. من هو دخلوا في 30 ثانية الأخيرة فريق ولاية نواكشوط الشمالية. دخلوا في 30 ثانية الأخيرة. دخلوا في 30 ثانية الأخيرة. نقول لنا السخاوي. السخاوي. إجابة خطأ للأسف، وهو أبو بكر الآجري. إذن تعثر أيضا فريق ولاية نواكشوط الشمالية في الإجابة على السؤال. إلى فريق ولاية البراكنة في سؤاله الثالث عشر، عفوا الرابع عشر. السؤال يقول: في من نزل قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ صدق الله العظيم. فيما نزل قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. بدأ العد التنازلي لفريق ولاية البراكنة في السؤال قبل الأخير في حلقة الليلة من برنامج المسابقة الكبرى.
تكون 30 ثانية الأخيرة، 30 ثانية الأخيرة. هم 30 ثانية الأخيرة من أجل الإجابة على السؤال. عندكم 10 ثواني، 9 8 7 6 5. إجابة 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 إجابة. ما نعرفه شخصيا، ما عرفته، ما عرفته. قالوا عبد الله ولاش؟ قالوا عبد الله معروف غصته في بدر لأنه جاء رافد العائلة معروف. لا قبيل تتشبذوا به. وكان إجابة وكان وكان في مركز الغلبين. ها؟ لا عيات تعود وفاقتكم تقولوا الإجابة. يصر خطأ. لا بالشر. هو جميل بن معمر الجمحي، هو صاحب والذي نزل في هذه. السؤال الخامس عشر والأخير بالنسبة لفريق ولاية المقصود الشمالية. من الأول من الأول عارض تماسي عنها حلة وبحاسيها، ما هي حلة وبلا حاسي وأنا ماتيت واسيها وأنا ماتيت. من الأول عارض تماسي لا وقتهم أفاتهم زلت لهم. من الأول عارض تماسي عنها حلة وبحاسيها، ما هي حلة وبلا حاسي وأنا ماتيت. احنا ما نسحنا لا قول تكلموا معاه، احنا ما تكلموا معانا. اعطينا اجابه نهائيه ومزالت مزالين ثاني. من الاول عارض تماسي عنها حله وبحاسيها، ما هي حله وبلا حاسي وانا ماتيت. نقول لنا واسيه اخويا جماعه الله لنا مصرين واسيه واسيه. الاجابه صح وما هو لعب ورا ولا مختار مختار دادة. إذن السؤال الآخر لفريق ولاية البراكنة، السؤال الأخير. السؤال يقول: الشيخ غير أحمد مكاني جد عليا عن خبره يشتد، والوفد الجمن عند أحمد جو الحقني متحصل له، ومشى وتعاهدنا والعهد واعر كنت عليا حلو، واليوم لم يروا للوفد حليت العقدين حلو. قول التبغي يخلق يا أحمد سالم الكلام في محله، لبلد بلك ما يقدر ما يقدر حد يتريس الامير في بلو. يا الامير ولا هي غايه، ويا ابو الامير ويا ولو، الامير الى جفر وايس وشنهي تعدلو. من القائل؟ ما نعرفه صراحه. ايش تعجلان عن وقتك ليش؟ خلي زملائك يفكروا. الله يتعنت شانس. شي غير أحمد مكاني جد عليا عن خبره يشتد، والوفد الجمن عند أحمد جو الحقني متحصل له، ومشى وتعاهدنا والعهد واعر كنت عليا حلو، واليوم الأمير وللوفد حليت والعقدين حلو. قول التبغي يخلق يا أحمد سالم الكلام في محله، لبلد بلك ما يقدر حد يتريس الأمير في بلو. يا الأمير ولا هي غاية، ويا أبو الأمير ويا ولو، الأمير إلى جفر وايس وشنهي تعدل له. من القائل؟ هاك صعد هاك عبد الرويال. انظروا من القائل تشوف ما تعرفوا. مبارك اليمين. جواب خطا. هو مختار دادا. انا مكيني لفظته حالا. هو مختار دادا، هو صاحب هذه الطلعه. ها ها قلت لك تسمي مقطعتين. ماذا تقولش؟ شنو هي؟ هو قال شنو؟ قبل ما تكمل قالها قبيل صح يا قال كان حالي زمان اي تفهمها. وفيت 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 وفيت. انتم عاطين نفس براس 25 ها؟ تو تو عاطي مالنا نقطتين مالي زدان مالي نكردهم عنهم قطعا كلها لك مونكا كبير ها؟ وراني انا عاطيهم نقطتين مالو واضح يا قال توم عطيتو منين في التوت تو ترى المعطى عقد هذا ها؟ والله انت كيلو لا الحول لا الحول. إذن أنا مسجلكم عنكم حصلتوا على 9 حق. أنا ما في مسجل عنكم حصلتوا على 9. إيه نقطتين.
شوف السؤال الأول عندكم عليه نقطة واحدة استخدمتوا في الخيارات. السؤال الثاني خسر عليكم. السؤال الثالث عندكم فيه نقطة واحدة. السؤال الرابع عندكم فيه نقطة واحدة. خامس خسر عليكم. السات عندكم فيه ما هي والله نقطتين ذيك ما حسبتها لكم أنا. إذا عندكم 11 11 عندهم 11 انا اعطيتهم نقطتي 11 عندكم 13 11 مقابل 13 13 تفضل وفيت انا قلت لك ما هي اقسام الحكم الشرعي عند الاصوليين ما الواضح ما ينقال الخطاب ينقال الحكم ينقال الحكم يا استاذ الكريم ينقال الحكم فاهم قايل لك حكم تكليفي وحكم وضعي وارجع للاصول وخرص الاجابه ما الواضح له إلا جبتوا لي نجيب لك أنا كتاب الأصول أمي اللي عندي فيه ونقدمه لك ما اللي واضح لك وارجع على جوابي أنا لأن القاعدة في المسابقة الكبرى عن منين عد صحابي عنده مصدر ترجح إجابته تالي تفضل يا أستاذ قباط نقول نذكر ابن عاشر قال أقسام حكم الشرع خمسة تران فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة هذا هو اللي في ابن عاشر حق حلال وحرام هذا تقسيم عام ما يدخلوا أقسام جيد انتم شو مونك عندكم تبقون هنا قلع عنكم سؤال نبدل لكم بسيط حانيني تبقون نبدل لكم سؤال تختاروا تمرقوا من هذه القضية نبدل لكم سؤال تبارك الله ما في أي مشكلة اسمح لي لين إذا لين استدل كان استعرف حال أنتوا مرتوا بس يطلين بدل لكم سؤال توفى القضية يوفى الخلاف لما له واضح سؤال يقول راجعنا السيرات خمسة زينة رجعتكم فيها حتى رجعت إذن السؤال يقول لا تقول لي جنسية الحكم الذي أدار مباراة جنسية الحكم الذي أدار مباراة نهائي عام 2002 كاس العالم أنا قالوا كولينا إيطالي جواب خطأ جواب ما صحيح أعطيكم زدت وقت فكر نعطيك أنا جواب صحيح جمال قندور من مصر أسف شديد ما قد يتعرف وأنا قربت لك الأقصى درجة ممكنة إذن جيد إذن لم يبقى لي إلا أن أتوجه بجزيل الشكر
لم يبقى لي الا ان اتوجه بجزيل الشكر الى فريق ولايه مراكشوط الشماليه وفريق ولايه البراكنه على لقب 2002. احنا يا اخي احنا لا نقول لك الجواب اللي خالق ذلك احنا قلنا لك بعض. طبعا جمال قندور جمال قندور المصري استاذ شكرا شكرا لفريق ولايه البراكنه شكرا مباركوا لزملائنا مراكشوط الشماليه على الفوز تاهلهم للنهائي وراجعين لهم ان شاء الله الفوز ان شاء الله الى مسابقه اخرى. احنا متاسفين ايضا لخروجكم تماما وبعض ما بعض ذهابكم ل هكذا هي المسابقه ذهابكم لمباراه المركز الثالث طبيعه الحال وشاكرين مدى حتى الصحابه لنقول لكم المره الثانيه الله يجازيك لنقول لكم المره الثانيه لاننا متاسفين لخروج ولايتنا طبعا مشرفتنا اذا للامانه كانوا سؤال المواطنه للامانه كانوا من احسن الفرق اللي كان كل حد يخشى بشكل سريع يخشى وجودهم وواحد من الافراد اللي يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم تفضل. اذا سؤال المواطنه فقره سؤال المواطنه دائما تتعلق باحياء المثقفه حول الوطن وما يتعلق به باحياء تفضل وقفوا نعم الاسم الكريم يا رب دير ميكرو قرب ميكرو منك يا رب للقاضي يا رب للقاضي خلونا من الاحاديث الجانبيه الخلطه يا رب للقاضي قرب جيده خلونا شوي من الاحاديث الجانبيه الخلطه استاذ يا رب ليش للقاضي يا رب للقاضي او يا رب قول لي كاين سؤالك سؤال يتعلق بالوطن بطبيعه الحال النشيد الوطني ها من ملحن ما في خيارات نقدر نعطيك خيارات نقدر نعطيك خيارات تساعدك بهم نعطيك خيارات تساعدك بهم أحمد دول الميداح سيداتي واللابو والبوبا جدو سؤال الخيار الأول مدو الميداح سيداتي واللابو والبوبا جدو خيار ثاني سيداتي واللابو جيد الجواب صحيح فعلا هو اللحن النشيد الوطني الفنان الكبير سيداتي ولا بيفوز طبعا ب يعني اعتمدت الاله الحاضر عادي جيد هذا يفيدك تعاقب اذا شكرا لك يا رب والان العالي لم يتبقى لي الا ان اتوجه جزيل الشكر الى الفريقين اللذين طبعا كانا خصمين في هذه الحلقه من برنامج المسابقه الكبرى شكر موصول للجمهور على حضوره وعلى حماسه ايضا شكر لضيف شرف اللي كان معنا زكريا وللعالم شكر ايضا لراسين ون في الاخراج نجاق على هندسة الصوت طبعا على الشيخ أيضا على هندسة الصوت على الكاميرا طبعا الولي نشكرهم على وشياخ على الجهد الجهيد اللي بذلوه معنا بهذه الحلقة تفضلي نعم. شكرا للمتسابقين شكرا لفريق ولاية الحوضة ولاية المقشوط الشمالية على الروح الرياضية شكرا لفريق ولاية شكرا لكم نعم رفع. شكرا لكم مشاهدينا الكرام الى ان يضمنا واياكم لقاء جديد دمتم في حفظ الله ورعايته شكرا